بسم الله، وصلى الله على أجمل خلق الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله وعلى آله وصحبه وموله. رجعنا لحضراتكم مرة تانية ولسه معانا المنشد الشيخ إسلام محمد. مرحب بيك مرة تانية يا شيخ إسلام، نورنا. الله يبارك فيك. قلت لي قبل الحلقة أن أنت بتحاكي سيدنا الشيخ سيد النقشبندي، فعايزين نسمع منك كده مقطع ليه في القرآن وفي الإنشاد. بسم الله. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا في الابتهال الشيخ سيد. هو في الجسم بشر وهو نور في البصيرة والبصر، أولم يدع سراجا في السور يا كيف حياك السلام بالسلام في مقام دونه كل مقام حيث جبريل تنحى وتقدمت لها قاب قوسين قاب قوسين قاب قوسين قوسين قاب قوسين لدى السدرة حيث المنتهى صلى الله عليه. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب الشفيع سيدنا محمد، ورحم الله سيدنا الشيخ سيد النقشبندي رحمة واسعة، ورحم الله الشيخ أحمد ابن سيدنا الشيخ سيد، يعني أنا التقيت به كثيرا خارج مصر الله. وكان ما شاء الله عليه، يعني كان برعامي برضو طبعا، يحكي لنا أسرار وأنوار عن سيدنا الشيخ سيد. أذكر مرة أن الشيخ أحمد حكى لنا حكاية عن والده، كان بيزور سيدنا الشيخ علي المراد في حماة في سوريا، فبيتمزحوا مع بعض الاثنين. الشيخ سيد قام يتوضأ، فالشيخ أحمد الشيخ علي المراد بيقول له من ماء زمزم أيها المتوضئ. الله الله. فرد الله. الشيخ سيد في الحال قال له إيه؟ جمعا أخي وفي الرضا نتفيأ. الله الله. كانوا الله. أكابر رضي الله عنهم، وربنا ينفعنا بيهم يا رب، ويبارك فيك شيخ إسلام ويفتح عليك. في حضرتك سيدي. هنروح فاصل ونرجع لحضراتكم تاني، خليكم معانا وصلوا على الحبيب.